السلام عليكم. علاش العلاقة بين الإخوة تدهور كي يكبروا غالبا؟ يعني علاش؟ علاش كان طبيعي انها تدهور؟ والله نقولوا تتبدل، والله حنا كي نشوفوها تبدلت نقولوا الدهور. تقارناها كي كانوا صغار، كي كانوا صغار كان عندهم عالم واحد، تقريبا اهتمام وحدة، انشغالات وحدة، يشوفوا نفس الميكي، يحبوا تحت نفس الغنية، عندهم ميم اونتوراج، نفس الحومة. يعني في الحقيقة كان عندهم فضاء واحد. في الفضاء هذاك كانوا يفكروا كيف كيف، كانوا يلعبوا كيف كيف، كلش كيف كيف، في نورمال يكونوا على تقريبا على قلب رجل واحد، يداوسوا، يقدروا يتضاربوا، بعد ساعة يولوا عندهم كلشي. واش تعرف طبيعي كي يكبروا تتبدل عليهم الأشياء، يولي عندهم التزامات جديدة، يدخلوا ناس جدد في حياتهم، تدخل الزوجة، يدخلوا الأبناء، تدخل المصالح، تبدل التطلعات تاعهم. هذا قرا، هذا ما قراش، هذا يخدم في البزنس، هذا يخدم في الاداره، هذا ما يخدمش، هذا هذه التحولات كاع اللي تدخل في حياتهم. طبيعه الحال صعيب باش العلاقه تقعد كيما العلاقه تاع الصغير اللي كان ساكن فيها. العلاقات تبدل يكبروا. ومن اكبر خطا، اكبر خطا انه هما يبداو ياخذوا المقياس تاع العلاقه كي كانوا صغار ويقيسوا عليها. لا، ما تقيسوش عليها، انتم ماشي الصغار، انتم الكبار، انتم تبدلتوا، تبدلت اشياء كبيره فيهم. وبعد نجي واحد الظواهر قاتله تسمم العلاقه. اول حاجه دخلوا البرانيين. كي دخلوا البرانيين ولاو تسمم العائله، كيفاش نتعاملوا معاهم؟ كيف نقدروا نحكموا البرانيين ونعطوا لهم ادوار بلا ما يخسروا لنا العلاقه؟ اكبر سم قاتل وشنو في العلاقه؟ المقارنه. علاش لازم انا نكون خير من خويا؟ وعلاش لازم الظروف تاع خويا تكون سيئه على الظروف تاعي؟ لا، وحنا لازم النموذج تاعي تاع النجاح تاعي لازم يكون في لامام نفس الطريقه تاع خويا باش نبان انا خير منه. والاخطر من ذلك، علاش باش ننجح انا لازم خويا يكون فاشل؟ علاش؟ شكون اللي قالنا الكلام هذا؟ علاه ماشي كل واحد ينجح بطريقته، كل واحد يتقبل الاخر بطريقته؟ علاه لازم موديل واحد؟ لكن جدا فرقوا بين الاولياء كي كنا صغار، فضلوا هذا على هذه، والله هذه على هذا، وميزوا بيناتنا وقالوا لنا كل مره، يقولوا لنا خوك خير منك، خطك خير منك. معليش بصح رانا كبار اليوم، غلطوا والدينا معليش ما كاش مشكل، بصح رانا كبار اليوم. واش الفرق بيناتنا؟ المقارنات. علاش يجوا ولادنا ويخسروا لنا حياتنا؟ علاش يجوا ولادنا ويحدوا لنا كيفاش تكون العلاقه تاعنا احنا الكبار؟ علاش؟ هذا ماشي ضعف من عندنا. علاش الانسان خا واحد من خاوتنا ولا خياتنا كيكون لاباس به مرتاح يولي يشوفنا باللي احنا طماعين وباللي احنا طامعين فيه، لو في اللي رانا طامعين فيه، اما لازم يبعد علينا؟ علاش ماشي يفكر بمنطق عكسي؟ هادو خاوتك، هادو خياتك، عاونهم، حاونهم يحانيك. علاش؟ علاه لازم نجاحك يكون على حساب واحد اخرين؟ احسن الابناء تاعك لازم يكونوا خير من الابناء تاع الاخرين، تاع خاوتك وخياتك وغيره. هذو كاع حوايج باش يمنعوا ويضروا العلاقه، وفي يدنا نتخلصوا منهم. قرار، كي تقرر تقول نحب خاوتي بدون شروط، كي تقرر تقول نحب خاوتي بدون شروط، عادي. علاه لازم مقارنه هذه؟ علاه لازم نديروا مقارنه بين الازواج؟ لازم راجلك يكون ما خير من راجل اختك، ولا كان راجل اختك خير تعاديها وتقاطعيها وتشوهها وتشوهي السمعه تاعو وتسيي تقللي النموذج الناجح هذا ماكسيموم. علاش لازم نعطوه القوه اللي عنده دراهم ونميزوه على غيرنا؟ علاه ما يكونش اللي عنده دراهم يتفاهم غيره اللي ما قدرش يديه؟ ياك رزق هذا، ورزق ماشي بيد ربي، كاين اسباب اوكي، بصح كان قادر الشيء هذا يروح في دقيقه، كان قادر القفزه تاعك ما تنجحكش، كنت قادر تبذل مجهود طبيعي وجيد وكل حاجه، بصح ربي رحمه بك ما يخليكش تولي غني، لانه على بالك تولي غني ممكن دير اشياء مش منيحه عليك. معقول؟ والله ماشي معقول الكلام هذا. علاه ما نسبوش الروابط هذه؟ علاه لازم حبسوا لنا المقارنه مع كي كنا صغار؟ كنا صغار كان عالم اخر، اليوم رانا كبار، اليوم رانا كبار، لازم نديروا عاودوا العلاقه نحطوها في المول تاع الكبير، في الصورة النمطية تاع ناس كبار، في الصورة النمطية تاع ناس عندهم أزواج
وعندهم أبناء وعندهم صلاحيات وعندهم مصالح وعندهم التزامات وعندهم تطلعات. رانا في عالم آخر، كيف نقدروا نتعاونوا ونتحابوا باش بناء على الواقع الجديد تاعنا؟ هذا هو المطلوب تاعنا. كيفاش نقدروا نيفيتيو العداوات الزياده؟ عداء ما عنده حتى معنى، ماشي ميم با في يدنا، ماشي ميم با حنا قررنا. كيفاش نقدروا نديروا حاجه كيما هذه؟ مش حاجه صعيبه، خبرك كبار من بعد متحدين، علاش كنت عاديين؟ حيم ياك مع الاخر تموتوا. منطقيين براغماتيين، تحق خوك يكون عدو، تحقي خوك يكون عدو، مليح ليك. اسكو مقتنع بلادك مصلحه؟ هذه نفس اماره بالسوء. وش واش انت وشك واش من اشباعك ديري؟ واش من اشباعك ندير نتايا؟ مصلحتك 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 تقتضي ان اخوك يكون في ظهرك، انك اختك تكون في ظهرك، مصلحتك انك تتمتع بالمساعده تاع اقرب الناس ليك، مصلحتك لك انك تتمتع بالنجاح تاع اقرب الناس ليك. حبشوا لنا هذه العداوات هذه، لانه ما يسحقوهاش. هذا ما كان اخلاقيا دينيا عقلانيا مصلحيا من كل جانب مسحقها. نسحقوا العكس، نسحقوا عائله حاضنه، نسحقوا عائله تعطينا دفء، نسحق علاقات وين نقدروا نضحكوا بلا خلفيه، وين نقدروا نهضروا بلا خلفيه، وين نقدروا نقسموا معاهم الفرحه تاعنا والالام تاعنا، لانه عندنا تاريخ مشترك ونورمالمون مستقبل مشترك.